برنامج النهوض بالموسيقى الحسانية له شقين. الشق الأول هو مرتبط بالميزانية المخصصة لدعم ومواكبة الإنتاج الموسيقى الحسانية المغربية، والشق الثاني بطبيعة الحال حيث هو مرتبط بإنتاج الموسيقي فهو يندرج كذلك ضمن المخطط الوطني لدعم الموسيقى والفنون الكوريغرافية الذي انطلق منذ سنة 2014 في شكل طلبة عروض مشاريع مؤطرة بتفاصيل التحملات، وسنقوم في وزارة الثقافة بمواكبة الفرق الموسيقية الحسانية الجادة للاستفادة من هذه الآلية الثانية لدعم المشاريع الثقافية في مجال الموسيقى والفنون الكوريغرافية. بكل صراحة نفتخر بالتجهيزات التحتية الثقافية بهذه المنطقة وبمدينة الدخلة على وجه الخصوص. وزارة الثقافة انطلاقا من عنايتها بالثقافة الحسانية قامت بإحداث مركز ثقافي ثاني بالدخلة بطبيعة الحال وعيننا مسؤولين على هذا المنشأة الثقافية، وسيستفيد هذا المركز الثقافي الجديد بدعم المشروع الوطني لترشيد المراكز الثقافية، وفي الأسابيع القليلة المقبلة سيستقبل كل هذه الفرق الموسيقية للقيام بأعمالهم.